أنا حاليا في صراع مع الوقت، قدامي 3 شهور، يا أعيش يا أموت، وأنا أعتقد إني أستحق الفرصة إني أعيش، سرطان نادر جدا، اسمه أوسيوساركوما، أكيد ما حد سمع عنه. أخذت تقريبا 30 جلسة كيماوي، 40 جلسة إشعاعي، 8 عمليات، منها عملية 20 ساعة. من سنة 2018 وأنا أعاني من مرض السرطان. ولكن أنا أؤمن بالتحدي، مثل ما قدرت أني أوقف على رجلي مرة ثانية وأهزم المرض مرة أولى وثانية، إن شاء الله راح أهزم المرض للمرة الثالثة. معركتي الحالية في الرئة، عندي 8 أورام في الرئتين. المرض منتشر ولكن هناك أمل، الأمل الوحيد في العالم كله حاليا في مستشفى واحد، هو MD أندرسون في أمريكا. البحرين عطتني أكثر مما عطيتها، وإن شاء الله الله يقدرني أني أغلب هذا المرض للمرة الثالثة، وأني أرد هذا الدين افتخر بنفسك كمريض، كبطل، كمحارب لهذا المرض.